البيان سيد الوزير الاول من حيث الشكل ما راحش نناقشوا راح نتركوا جانبا، راح نتكلم على ثلاث نقاط. اولا فيما يخص الامن الغذائي، نهضروا على المواشي. كيفاش حنا عندنا ارض رعويه بامتياز؟ اذا كان كيفاش حنا عندنا ارض رعويه بامتياز واليوم ما راناش قادرين نوفروا المنتوج باسعار منخفضه، واصبحت الماشيه هنا تفوق اربع اضعاف الاجر الادنى الوطني المضمون. هذه في حتى دوله ما يصرات. تشاد دوله راهي ناميه بالنسبه لنا، عندهم تعداد تاع عدد الاغنام راه ضعف تعداد السكاني. فاين هو المشكل؟ هذا المشكل هذا هنا يقول لي وراه المشكل. ما عندناش حتى الاحصائيات الدقيقه. ببساطه لك الموال هنا ثقالي ضربه، الموال راه يكذب الخرفان ويروح عنده الصديق تاعو يجيب ثاني هذيك المواشي ويروح يعلن ويصورهم عند هذه المصالح تاع الفلاحه باش يدي هذاك باش يدي الدعم تاع العلف، وراه صاحبه يعاود يدير نفس الشيء ويروحوا في ولايه واحده اخرى يديروا نفس الشيء. كي تجي انت تشوف على مستوى وزاره الفلاحه تلقى راه عندك 20 مليون غنم في الواقع ما كانش. دروك هنا دوك انا علاش ما رحناش لهذيك الاقراط اللي تنديروا لي بيس في الودن؟ الدول المتطوره هكا اللي تقدر تكذب. وهنا توحيل على توحيل على هنا الاحتيال فيما يخص هذا السيد وزير الفلاحه، هذا امر هذا راه استعجالي. ثانيا نروح النقطه اللي تتعلق بالحبوب، شو والله وما نروحوا للتكنولوجيا، والله العظيم غير نقعدوا ندوروا في حلقه تبديل رهيب للمياه. باسكو رانا ندعموا في الزراعه ولكن روح شوف المياه اللي راهي تضيع، والانتاج ضعيف مقارنه بالدول المتطوره. اذا الدوله ماده امتيازات، الدوله عاطيه اعفاءات، ولكن للاسف مازال ما لحقناش للحل. في حين أن الدول العظمى تعتمد على التكنولوجيا الزراعة الدقيقة. سيدي وزير فيها الزراعة الدقيقة لاغريكولتور دو بريسيزيون، هذه الزراعة الدقيقة اللي تعطيك معلومة دقيقة على الأرضية. ثم الفلاح قبل ما يفلح هذا العام يعرف هذه الأرض واش يقدر يفلح فيها واش تروح تجيب له. ثانيا تساعد المزارعين على فهم المغذيات التي يجب وضعها في التربه وكميه المياه المطلوبه لزياده المحصول الى اقصى حد، وكميه الاسمده ومقدار البذور اللازمه ومقدار الحراثه التي تجرى في مكان حر. الدرون يطير ساعه يدير لك نيران تاع 150 هكتار، يقول لك الارض ها وين لك تسقي، ها وين راك مضيع الماء، ها وين لك الاسمده، وكيفاش تدير. والدرون اللي بروغرامي حتى هو يروح يسقي ويروح يداوي. هذا هما الدول باش طوروا باش راهم يحققوا هذا الانتاج تاع 120 هكتار في 120 قنطار في الهكتار. زيد حتى هذه التكنولوجيا تعطيك الاحصاء الدقيق في الارض الفلاح قبل ما يجني الزرع تاعو، واش تعطيك بدقه شحال كاين الكميه تاع القمح ولا اي منتوج فلاحي اخر قبل ما يزرعها، تقول لك شكاين واش راه كاين الكميه تاع الانتاج. الدوله هنا تصبح عندها مطيط وعارفه واش راهي تنتج. هذه ماهيش لا سيونس فيكسيون، هذه حقيقه، هذا هو العلم. سبحان الله دوك الدول المتطوره باش فاتنا بهذا الشيء. ربي سبحانه واش عطاك اول امر هو اقرا. اذا حنا كي نجوا نتكلموا على هذه الامور تاع العلميه تلقى الناس يقول لك لا وما يطبقوش عندنا هذه الامور في بلادنا، يعطي كاع اسباب الفشل. معنا ربي سبحانه يقول لك العلم، وهنا ربي يقول لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ذاك انا باغي نحقوا الانتاج. الدول هذه طورتنا فاش؟ طورتنا فاتتنا بالتطور وهذه التكنولوجيات. بصح انا كي نجي نشوف المخطط ونلقى صفحه فيه ورقه المساله تاع الفلاحه وتجي تقول ندير عقود الامتياز وراح نصنف ودير التكنولوجيا وراح العلم، هذه هي اللي باش الدول طورتنا. راه اقتصاد في المياه واقتصاد في البذور وعنده انتاج اكثر منك. دونك هذه فيما يخص بون. في ثاني كاين الزراعه المائيه ليدروبوني، هذه هي زراعه المستقبل. الناس راهي تدير في دي بلاطو، انت يجيك منتوج، هذا المنتوج راهو بيولوجي، وزيد هذا المنتوج مثلا الاعشاب اللي تاكل بهم الابقار تزيدك في نسبه الانتاج 25% وتقتصد 70% مياه. هذه هي الزراعه تاع المستقبل وحنا عندنا قادرين نديروا هذا الشيء. وخاصة راك تشوف العالم راه رايح بالاحتباس الحراري وكاع، راه يدرك خصنا نحافظوا على هذا نبضوا الاحتياطي المياه اللي راه عندنا الاجيال القادمة. فيما يخص انتاج الحليب ثاني، هذا الكنياك، كنياك هذه تكريات في 88 ومازال تمشي بالفكر الاشتراكي، راهي وكالة تجارية تجيب لاسونونس وتبيعها لك هنا، وكون تروح تشوف لاسونونس اللي تجيبها لك تجيب لك لاسونونس تاع البرقة البقرة الأوروبية اللي تقريبا المعدل تاعها 30 لتر في اليوم. في حين ان لاسونونس لا فاش كنديان تلحق 50 60 حتى 70 لتر. ايماجيني انت عندك بقره
وهو عنده بقرة وحدة تنتج على حسب ثلاث بقرة تأكلهم ينجو. ها فاش راهم يفوتونا؟ هاي التطور، ها هو الشيء اللي لقنا نروحوا فيه باش نحقوا الاكتفاء الذاتي. فيما يخص الإنعاش، الاقتصاد تشجيع التصدير. إذا بغينا النجاح، أولا يجب تنظيم السوق الداخلي، تخصص مثلا هذه الإنتاج باش يكون للتصدير. كي ننظم السوق الداخلي هنا يكون عندنا مقياس اللي نقدروا غدوا نتحكموا في تواجد السلع عندنا. حنا واش راهم يديروا المستوردين؟ راهم يرفدوا من السوق تاع مثلا الانتاج الفلاحي، يدوا الحاجه للافضل يروح يصدرها، وما كانش حنا معيار باش نشوفوا لا كان هذاك الانتاج راه يكفي الطلب المحلي او لا. اذا ثاني زيدوا كي رانا نشجعوا في التصدير، ثاني شركه الشحن راهي تجني اموال كبيره. حنا عندنا الله كمان راهي مهرسه، راهي اموال رانا نديروا التصدير، اموال طائله راهي تروح لشركه النقل اجنبيه. لو كنا نقدروا نطوروا هذه المؤسسه عدرنا الوقت. شكرا شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك.